Sakinme yarım, bana gel, bana gel. İhtiyacın var, sana gel, sana gel. Bir vakit gelirdin, yine gel, yine gel. Sakinme yarım, bana gel, bana gel. Sakinme yarım, bana gel, bana gel. İhtiyacın var, sana gel, sana gel. Bir vakit gelirdin. من جديد مع قناة الحياة مع سميرة. اليوم جبت لكم واحد الوصفة ديال جدتي الله يرحمها يمينة. هي عبارة على تزيين نزكيزي نزين بها الأطباق الرئيسية، مثلا الضلعة أو الدجاج محمر أو القنية أو أي طبق رئيسي كي يتزين به. نحتاج لهذه الوصفة 500 غرام نتاع الكبدة مسلوقة مع شوية ديال الملح، ونحيدو لهذوك العريقات وهذا، ونطحنوها مزيان مزيان في 1 2 3، تكون مطحونة مزيان مزيان. ونحتاجو 125 غرام ديال اللوز، حتى هو مفسخ ومطحون مزيان، نطحنوه حتى ما يبقاش يبان باللي لوز، حتى يقرب يطلق الزيت ديالو. هذا هو السر ديال هاد الوصفه. وما كيعرفوش الناس اشنو كياكلوا، بزاف الناس اللي ذاقوها عندي وكيسولوني شنو هذا شنو فيها، ما كيعرفوش. المهم غتجربوها نتوما تحكموا ان شاء الله. ونحتاجو المعدنوس، نحتاجو ثومه، ثومه بزاف كثروا منها، ونحتاجو 5 ديال البيضات. وبالنسبه للتوابل نحتاجو فلفل احمر، سكينجبير، فلفل كحل ولا البزار، البزار، الكمون، الملح والملون. يعني كنقول لكم الوصفه كما جداتي الله يرحمها انا كنت كنقولها، ما ما الله يرحمها كانت كديرها. وواحد المول، اي مول نتوما عندكم، ندهنوه بالزبده. نبداو على بركه الله، نحطو الكبده المطحونه، نضيفو لها كاع هاد العناصر هادو ديال اللي قلنا التوابل، نضيفو لها اللوز 125 غرام نتاع اللوز اللي مطحون مزيان مزيان حتى يقرب يخرج هذاك الزيت ديالو. وحتى الكبدة كتكون مطحونة مطحونة مزيان، مثلا نكونو منقيناها من العرق. نضيفو معدنوس، نكتر حتى هو المعدنوس مزيان. ثوم، هذا ثوم تا هو مطحون مزيان مزيان. الثوم نكثرو الثوم، ونزيدو هاد 5 د البيضات. دابا راني قلت لكم شنو هما شحال المقادير. المقادير قلنا نص كيلو ديال الكبده مطحونه مزيان، 125 غرام نتاع اللوز حتى هو مطحون حتى يقرب الزيت يخرج له، الثومه رصد الثوم كبير، قبطه ديال المعدنوس، وخمسه د البيضات. والتوابل كنديروا اللبز، البزار، الملح، الكمون، سكينجبير، تحميره، ونديرو كل شيء نمسو، كل واحد يدير على طريقته. كاين اللي يدوزها ايدي عندو هذيك لاباري ديال الضو يديرها، انا كيعجبني نخدم بهذه. نديرو مزيان حتى ينسجم.
هاد الوصفه جدتي الله يرحمها ما كانتش كديرها غير هكا، بعض المرات كتعمر بها الدجاج، بعض المرات كتعمر بها الضلعه، بعض المرات كتعمر بها التفاح وكتنصفطوه للفران، واللي ذاقها كيحماق عليها. جربوها وردوا عليا الا عجبتكم، الا ما عجبتكمش ردوا عليا. الأذواق تختلف ولكن كنظن ان شاء الله تعجبكم، لخاطر كاع الناس عجبتهم، كاع اللي كيذوقها كتعجبو. ومرحبا بكم عندنا في قناة الحياة مع سميرة، ما تنساوش لابونمون اشتراك واللايك والتعاليق، واخا تكون ايجابية او سلبية انا قابلها. وللتوضيح سميرة بنتي هي صاحبة القناة، انا كنساعدها. دابا راه غنساجمت ولكن نزيدو، هادي راه كتسهل المأمورية. سميرة شعلي الفران، صافي انسجمت، تخلطت مزيان مزيان، نديروها في هذا المول اللي كنا درنا بعدا في السدة. بسم الله نكبوها فيه، غير بحال الا غادي ديرو كيكة. نحاول نحطو كاع هادشي، درك غادي ندخلوها للفران يكون على 180 درجة، يسخن بعدا نديروها 250 درجة و 150 حتى تبان. كل مرة راه كتبان بلي طابت، ما عرفتش شحال ديال الوقت ولكن بعد غنقول لكم الوقت. يلا من بعد نرجع معكم. بعد نص ساعة ديال الطياب درنا ربع ساعة لتحت، العافية شعرة غير من التحت، ومن بعد ربع ساعة الفوق والتحت، المجموع نص ساعة. نشوفوا بهاد الموس، صافي ناشف طابت، هيا سخون دابا حتى نقطعوها ونحطوها فوق الطبق الرئيسي، من بعد نرجع معكم. بعد ما الطبق الرئيسي اللي درناه بالدجاج، انا اليوم درت الدجاج وال هذيك الوصفه اللي عطيتكم ديال الكبده والبيضه شفتوها، زيناها على هذا، قطعناها على هذا الشكل، كل واحد يقطعو كيبقى كيبغى بهذوك المراشم ديال الحلوه، اي مرشم بغيتو تقطعو غير هكا قطعو غير هكا بلا مربعات او على شكل مقروط، ولا كل واحد الذوق ديالو. هذا هو الطبق الرئيسي ديالنا دابا، مزوق بهذا الكبدة وهذه الوصفة اللي عطيتكم، ورافقت معاه هذه سلطة الخضر مهمين في الغدا، سلطة ماروكان هذه معروفة، البصلة والمطيشة وهذا الفلفلة، وهنا هذا الكسكس، الخيار، البربر، الزو، اللوبيا. اللوبيا غير تسلقت وباردة بشوية ديال الثوم ومليحة والكمون،
صافي. ولكن هادو كاملين حتى حاجه ما دايرينش فيهم الفينيغريت. انا خدمتها هنا فينيغريت، درت فيها الحامض والخل وبزار ومليحه وزيت العود صافي. وكل واحد كيحط في طبسه يحط على قياسه. بحالي انا ما كنبغيش، كنبغي ناكلهم هكا كثر خيزو، ناكلو بلا ملح بلا والو. وشهية طيبه، والله يجعل هاد الوصفه تعجبكم، وشجعونا بالاشتراك ولي لايك ولي كومونتير. ولا الى بقيتوا معنا وكتشجعوني مازال نوري لكم وصفات اخرى من ديال ام الله يرحمها ام يمينة جداتي. كالمقروط مثلا، المقروط الوجدي او المقروط الجزائري، كاع المقروط جميع اشكاله بالتمر او باللوز، ووصفات اخرى ان شاء الله. وشكرا على المشاهده، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.